السلام عليكم. تشهد ولاية الواد عمليات تاع تطوير البنى التحتية غير مسبوقة، يعني خاصة في ميدان إنشاء وصيانة الطرقات وإعادة تأهيلها وترميمها. فالمسؤولين على مستوى ولاية الواد يعني قايمين بالدور تاعهم كما ينبغي في تطوير إذن الطرقات، الشبكة تاع الطرقات حول مدينة الواد أولا، وكذلك بإيصالها للبلديات نتاع الولاية. والنقطة السوداء تبقى هي الغياب الكلي للتشجير، فهذا المرض هذا نتاع التصحر وعدم العناية بالتشجير هذا يصيب كل ولايات الوطن للأسف. إن شاء الله المسؤولين هذا يدركوا النقص هذا ويغرسوا، على الأقل يغرسوا الخل يعني على الطرقات، خاصة الطرقات الرئيسية لفائدتها. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.